مصر ونجم نادي الزمالك كابتن فاروق جعفر. يا كابتن فاروق اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل. يا ابراهيم كل سنه وانت طيب. اخبار حضرتك يا كابتني؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. رؤيتك ايه للقاء النهارده يا كابتن فاروق؟ يعني عايز اقول الحمد لله، يعني برضك اللعيبه كانت رجاله لغايه اخر دقيقه لعبوا المباراه في اصرار وعزيمه وكانوا مقفلين الملعب بشكل كويس، لكن بقى الخبره بتاعت اخر ثلاث دقائق او دقيقتين دي مشكله، لكن ان شاء الله احنا عندنا فرصه كبيره في مباراه العوده. لكن انا بقول كان في مباراه الذهاب هتلاقي الملعب مفتوح، وجات لي كهرباء على فكره فرصتين، يعني الفرصه الاولانيه اللي عدت وحطها لاوباما واوباما الزحلق، والثانيه انفراد تام لكهرباء كان ممكن يجيب الهدف، لكن هو يعني خد قرار، ما خدش قرار واحد رايح عايز يرقص، فكر اكتر من تفكير، فكر اكتر من تفكير، اكتر من قرار، اكتر من تفكير، ويمكن عشان كده الكره ما راحتش، ما طوعتهوش وما راحتش زي ما عايز. لكن انا بقول الزمالك عنده فرص كبيره ان شاء الله في مباراه العوده ان 1-0 ده يتعوض ان شاء الله، والزمالك في جميع الحالات اصلا كان هيلعب في مباراه العوده على المدى. صحيح. دي برضك هتدي له دافع اكتر ان هو من بدري يعني هيكون افضل لنادي الزمالك ان هو يبدا يهاجم وينظم صفوفه. والنهارده كل اللعيبه ادت بشكل كويس، يعني كل اللعيبه يعني معظم اللعيبه، وعلى فكره الكره اللي جت الهدف دي لو محمود عبد العزيز شاط الكره في اي اتجاه قبل ما يخش عليه الاثنين اللعيبه كانت الكره كان الماتش هدي خالص بعديها. صحيح. لكن يعني انا شايف الحظ ما كانش مع الزمالك النهارده، لكن ان شاء الله مباراه العوده ان شاء الله الزمالك يكسب ويعمل مباراه افضل من دي كتير. كابتن فاروق رايك ايه في عمر صلاح النهارده وتالقه؟ طبعا ما انا بقول، انا دايما اقول فرصه اللعيب بتجيله من اصابه لعيب، غياب لعيب، انذار لعيب، وجات النهارده لعمر، النهارده عمر كان نجم من نجوم المباراه، والدفاع كمان كل الدفاع كان النهارده بيأدي. طب النهارده كان انا عشان كان المذيع بيتكلم على عمر كتير عشان صغير، لكن النهارده في لعيبه قدوا بشكل كويس جدا على رسوم، على فكره عبد الغني النهارده ايوه محمود علاء كمان الطرفين، وخصوصا كمان عبد الله جمعه النهارده من نجوم المباراه ومن افضل اللعيبه الموجوده في المباراه. قول لي يا كابتن فاروق النبي، باي مقياس من المقاييس عبد الله جمعه ده ما يكونش باك شمال المنتخب مصر؟ لازم يكون موجود في المنتخب. انا يعني محتاجين ايه تاني؟ اقول لك دولي ومش دولي، في ضغوط اكتر من كده بتتعمل عليه في كل الماتشات، ولعيب بصراحه دوليه ما بقاش نفس الضغط ده. نفس الضغط اللي عبد الله بيأدي من اول البطوله، من اول الكونفدراليه، عبد الله هو اللي بيلعب، هو اللعيب الاساسي، هو اللي بيعبر عن نفسه في كل مباراه، هو نجم. صحيح. انا شايفه يعني في شيء من عدم العدل في عدم وجود عبد الله. لازم يكون لعيب موجود في المنتخب. انا وجهه نظري يعني عبد الله لازم يكون موجود في المنتخب. صحيح. لكن انا بتكلم يا ابراهيم على على الفرقه اللي احنا بنلعبها، فرقه كويسه عندهم خبره كبار على فكره. الدفاع بتاعهم والاطراف في اثنين بيلعبوا ناحيه اليمين، من ساوي والثاني مش عارف اسمه، بيلعبوا الاثنين دول الكبار. مباراه العوده انا بقول مباراه العوده هتمشي بشكل كويس جدا ان شاء الله. جماهير الزمالك، احنا زي انت كنت بتتكلم على جماهير الزمالك السند الاول للعيبه اللي هتبقى موجوده في الملعب. صحيح. زي ما الجماهير بتاعت النهارده فريق البركان الجماهير بتاعته لغايه اخر دقيقه، لغايه الدقيقه 90 و92 و93 لغايه ما جابوا الهدف هم بيشجعوا الفرقه. صحيح. احنا علمنا الناس دي التشجيع، وجماهير مصر علمت الناس دي التشجيع، فان شاء الله يبقوا موجودين يوم الاحد الجاي ويدعموا الفرقه بشكل ان شاء الله قوي، ان شاء الله كلنا امل ومفيش مشاكل ان شاء الله نكسب المباراه العوده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه بقى للغيابات اللي هتكون في ماتش النهائي المقبل، عمر سعيد وحمدي النجاز، وكان يمكن في اكتر من لاعب، 8 لعيبه من الزمالك مهددين بالايقاف بسبب الانذارات. عندنا 2 لعيبه مش هيبقوا موجودين، عمر وحمدي النجاز، الحلول هتبقى عامله ازاي من وجهه نظرك كابتن فاروق؟ انت عندك الباك رايت، المباراه اللي جايه انت هتبقى الشق الهجومي هيبقى اكتر، وهيبقى موجود في الفتره دي حازم هيلعب في الطرف اليمين، وانت يعني انا من وجهه نظري ان الفتره دي لازم مستر كروس يعملوا ماتشين وديه، يعني مباراه وديه ماتشين ولا حاجه، عشان اللعيبه اللي بعيده شويه ان كان ابو طيب اللي كان هيلعب او لو رجع من الاصابه، حازم امام عشان ياخد احساس الملعب يبقى موجود، بالتالي انت بتجهز اللعيبه وانت واخد راحه كويسه، الاسبوع راحه كويسه،
ممكن تعمل بعد 3 أيام مباراة، ومباراة في يومين كده ورا بعض، كل فرقة تلعب شوط ويجهزوا نفسهم للمباراة اللي جاية. لكن أنا عندي أمل كبير جدا إن اللعيبة إن شاء الله هتخلص المباراة هنا. حازم إمام هيلعب مكان النجاز، مفيش مشكلة. طب لو خالد بوطيب، ما رجعش من الاصابه، الحل ايه؟ مثلا ممكن يلعب بكهربا راس حربه، ولا هيفكر في ايه؟ كهربا. كهربا على فكره السرعه وحدان السرعه، فرق السرعه في مباراه العوده هنا ان شاء الله. لعيبه عندنا لعيبه مهاريين، هيتفاعلوا، هيحسوا بقيمه المباراه دي. المباراه دي هتعمل لهم اسم وتاريخ. فانا من وجهه نظري ان هم هيلعبوا المباراه بشكل كويس، هم هيعدوا نفسهم. والله بتكلم بجد، المباراه دي اللعيبه هتلاقيها بتعد نفسها بشكل كويس جدا، ان التاريخ هيكتب، لهم ان هم خدوا الكونفدراليه وان هم عملوا انجاز للنادي. فهتلاقي كل واحد عايز يبقى شريك في الانجاز ده. فانا ان شاء الله الفرقه هتكون مهيئه نفسيا ومعنويا. وطبعا وجروس النهارده ارى الفرقه بشكل كويس، وعرف الفرقه دي بتلعب كوره ازاي. انا شايف ان الفرقه يعني الزمالك ارقى منها في الاداء الفني، ارقى منها في الاداء الجماعي. المهاره بتاعت لعيبه الزمالك افضل من اللعيبه دي. اللعيبه دي كانت العامل الملعب والجماهير هي اللي كانت بتساندهم بشكل كويس. صحيح. ان شاء الله ينجحوا، هيشوفوا جماهير مصر العظيمه وجماهير نادي الزمالك وهي بتساند الفرقه. احنا عندنا القدرات والامكانيات دي ان شاء الله، لعيبه تطلعها قدام الجماهير بتاعتها. طيب عايزينك تزق معانا يا كابتن فاروق، وعايزين مناشده كده على الهواء للاجهزه الامنيه التي لا تتاخر على الاطلاق. احنا كنا سامعين انه 30,000 مشجع، احنا طمعانين في اكتر من كده، وبنطلب منهم بعشم، واحنا عارفين كويس قوي ان هم هيقدروا الموقف وهيقدروا ان دي نهائي بطوله افريقيه مهمه الحقيقه، مش بس بالنسبه للزمالك وانما بالنسبه لمصر. يعني انا من وجهه نظري المؤسسات الحكوميه والمؤسسات المسؤوله الامنيه والعسكريه كل حاجه، ما مصر بتقص حاجه، هم اكثر ناس مساندين لمصر واكثر ناس بتقف جنب مصر، وخصوصا في الكوره ان احنا برضك او الرياضه عموما، ان احنا الواجهه الحقيقيه للرياضه المصريه او للشعب المصري هو كره القدم. صحيح. احنا لازم عايزين، واحنا قبل بطوله افريقيه، فانت لازم بشكل كبير جدا ان الامن لازم يساعد بشكل كبير، والقوات المسلحه طبعا هي اللي شايله البلد وتساعد بشكل كبير، كل المؤسسات الحكوميه، ان احنا بنقدم بروفه للبطوله الافريقيه. صحيح. مباراه العوده. صحيح. دي ده المبدا. انت بتقدم بروفه. احنا النهارده شفنا سياده الرئيس النهارده راح وبيتعامل مع الاله الالكترونيه للتذاكر والحاجات جديده احنا بنشوفها. ايوه. احنا بنقدم مصر في افضل حاجه واشيك حاجه بيقدمها المصريين. يعني النهارده وانا بسمع ان احنا سبقنا روسيا في حاجات، حتى في الطبع، في توزيع التذاكر، في الحاجات دي. فانت النهارده بالتالي انت عندك في القاره الافريقيه، انت رقم واحد في القاره الافريقيه. لازم مصر النهارده تقدم نفسها في المباريات اللي جايه، الجماهيريه، في التنظيم، في التشجيع. ان شاء الله ناخد البطوله، هنبقى حاجه ثانيه خالص خالص. احنا فعلا الوجهه الحقيقيه للكره الافريقيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن فاروق بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. نجم مصر الكابتن فاروق جعفر، وتعقيب وتعليق مهم جدا جدا. جمهور الزمالك هو الألفة، وهو رقم واحد في هذه المواجهة الكروية التي ستكون تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لسه عندنا كلام كتير ولسه عندنا تفاصيل كتير، خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه متواصلين معكم.